صباح الفل. النهارده تحديدا اليوم الثاني في تجربتنا للعربيه EX30. يمكن العربيات زي ما انتم شايفين واقفه في الباركنج اللي موجود واحنا بنتحرك بيها. النهارده هتكون بقيه التجربه بتاعتنا مختلفه شويه، لان بقيه التجربه النهارده هنروح على التراك، ولما هنروح على التراك هنجرب العربيه بطريقه مختلفه جدا. ما زلت بصراحه واخد العربيه التوين موتور او اللي هي اللي فيها الرينج اكبر والمحرك الاقوى 428 حصان، وهنتحرك بيها دلوقتي على التراك. يلا بينا نبدا. طيب بدأنا سواقة، وتجربة السواقة لنسخة العربية الـ EX30، واحدة من العربيات اللي بتكهربت. النسخة اللي بنجربها النهاردة أو النسخة اللي بدأت بيها تجربة دلوقتي هنبدأ بيها اليوم، هي نسخة اللي موجودة بمحركين، محرك أمامي ومحرك خلفي، وبتخرج العربية دي حوالي 428 حصان وعزم حوالي 543 نيوتن متر. بتقدر العربية دي تتسارع من 0 لـ100 في 5 ثواني وكسور. الرينج بتاع العربيه دي حوالي، خلينا حاطين، انا حاطط تحت هنا نوتس كده عشان اغش منها، حوالي 450 كيلو. ولو العربيه دي بتمشي في وسط المدينه بتكسر ال 500 وكسور بالشحنه الواحده. من الحاجات اللطيفه اللي قالوها على العربيه دي ان الشحن الدي سي او الشحن السريع بتاع العربيه يقدر يشحن البطاريه دي كامله في 26 دقيقه، وتقدر انها تتشحن في شاحن البيت في حوالي 6 ساعات. اول انطباعات في تجربه العربيه دي، من الحاجات الحلوه اللي فيها، او دايما انا بقول في العربيات الكهرباء فيها ميزه من المميزات اللي بحبها، اللي خلتني بدات احب شويه في العربيات الكهرباء، مع ان انا لسه من المدرسه القديمه بتاعت المحركات القديمه والان اي والمحركات الكبيره واللي بتاكل بنزين، كل حاجه غلط. لكن العربيات دي بتحقق معادله دلوقتي مختلفه. من ضمن المعادله المختلفه انك لما بتدوس بتحس زي ما انتوا حسيتوا كده، تورك عالي، العربيه اول ويل درايف، او النسخه اللي فيها محركين هي اول ويل درايف، والعربيه بتجري. انطلاق العربيه دي حلوه، بنى العربيه دي حلوه قوي في توزيع الاوزان، ودايما العربيات اللي بيبقى فيها موتور قدام وموتور ورا، طبعا البطاريات في ارض العربيه، فتحس ان العربيات بتبقى مظبوطه في البنى بتاعها قوي، مظبوطه ميزان، فتحس العربيه داخله ملفاتها ثابته ماسكه نفسها، البادي رول بتاع العربيه قليل، تحس هاندلنج كده حلوه. غير بعض العربيات اللي تحس دايما عايمه شويه، العربيات الكهرباء اغلبيتها فيها الحته دي حلوه، وده بسبب ان هم بيبقى وهو بيبني عربيه بيوزع احمال البطاريه على بطن العربيه من تحت كلها، فدايما حاسس ان العربيه مظبوطه وزن. يعني الماتيريال حلوه بتاعت العربيه، انا من وجهه نظري تصميم العربيه الداخلي احلى بكتير من بره، حاسس من جوه العربيه تكنولوجي اكتر. فولفو بقى والامان والبايلوت اسيست او النظام اللي موجود فيها بتاع المساعده للقياده اللي بيساعدك ويحذرك من المسافات اللي قدامك، يساعدك لو انت طالع من نقطه مش واضحه قدامك عربيه، فبتاخد بتستعمل اشاره وتطلع فتديك ورننج، خلي بالك الحاره اللي جنبك فيها ايه، اللينكيت اسيست. الباكج خلاص اتكلمنا عليها وانتوا عرفتوا، اغلبيه العربيات دلوقتي بقى فيها انظمه المساعده اللي موجوده، وانظمه انها تساعدك انها تركن لوحدها، ومش عارف كل ده جميل قوي. فيمكن في اوروبا ممكن يكونوا هيعتمدوا على حاجه زي كده، لكن برضو من ضمن الكلمات اللي اتقالت مهمه جدا في المؤتمر العربيه دي، ان في 2030 عربيات فولفو كلها هتبقى كهرباء. على الرغم ان بعض الشركات لسه بتقول انا هفضل انتج بنزين وموجود بالعربيات البنزين لحد ما الدنيا تقف خالص، ومحدش عارف الدنيا فيها ايه بكره، لكن العربيات الكهرباء في الاخر اجلا ام عاجلا هي اللي جايه. وخليني اقول ان مع تطور الوقت بدات المصنعين تحقق المعادله بتاعه ان تبقى العربيات الكهرباء مش ممله. يعني افتكر اول ما بدانا نسوق عربيات كهرباء كانت ممله. دي عربيه من وجهه نظري عائليه، حجمها متوسط، مش صغير ولا يعني مش صغير ولا متوسط، يمكن هي ضيقه السنه من ورا، نجرب لما نقف كده نتفرج عليها اكتر، لكن في الاجزاء اللي قدام مريحه. ودايما فكره العربيات الكهرباء دايما تحس ان الدنيا واسعه كده.